عادي اهي خلصت وده اخرها، وهيجي يوم واحب غيرها. عادي اهي خلصت وده اخرها، وهيجي يوم اتعلمت من غلطي، بس الأكيد اتعلمت من غلطي. عادي ولا فرقة وده آخرها، لكن خلاص خلص وجعها. بس الأكيد ارتحت من غيرها، بس الأكيد ارتحت من غيرها. اللي كنت بجد بعشقها، بستنى نظرة واحدة منها التانية بسرقها. دلوقتي ملهاش أي حاجة في قلبي ليها، ولو لقيت أنا حاجة ليها ده سهل أحرقها. بس الأكيد ارتحت من غيرها، بس الأكيد ارتحت من غيرها. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، ومثل جمال عليكم. ومعانا مطرب وفنان هاوي ودارس هادي ورومانسي، أشهر أغانيه بحبك قد إيه وعادي أهي خلصت. مساء الجمال المطرب والفنان وليد فؤاد، مساء اهلا الفل بحضرتك. عليكم. مساء الفل، بنرحب بيك. اهلا بيكم، مبسوط جدا لما اكون معاكم. احنا وبرحب اسعد يا فندم. بيكم وبرحب بكل الجمهور المصري والجمهور العربي، حبايبي كلهم. كل مساء الجمال عليك. مساء مساء الفل الجمال عليكم. عليك. كلمنا كده عن مشوارك الفني، يعني بدأته ازاي، ايه الخطوات المهمه في مشوارك، كلمنا عن نفسك اكتر. الخطوات الفنيه طبعا لازم اي حد في الدنيا عاوز يغني لازم يبتدي المناطق الشرعيه او الطرق الشرعيه. طبعا ابتديت طبعا في الاول خالص في المدرسه، وبعد كده في الجامعه، وعملت حفلات في الجامعه برضو. المدرسه كنا لسه طبعا. بنتكلم مع طبعا دكتور مصطفى. المدرسه على فكره يعني بجد اكتشاف الموهبه في الصغر بيفرق كتير. جدا غنيت في المدرسه طبعا في المدرسه، وكان وعمري ما منسى اللحظات دي، وعمري ما انسى مدرسه الموسيقى بتاعتي اللي هي اكتشفتني كده في المدرسه، مدام ساميه ربنا يديها الصحه يا رب. وبعد كده طبعا كان لازم اخد بقى الطرق الشرعيه بقى في الموضوع، كان لازم ادرس يعني اثقف نفسي شويه، فدرست فوكاليز عند الدكتوره فيوليت مقار الحمد كويس لله. قوي كويس قوي. وبعد كده برضو دخلت بقى نقابه المهنه الموسيقيه، اخدت اجازه وكده، وبعد كده اخدت اجازه من اعتماد اذاعه التلفزيون. ايوه كانت اللجنه طبعا كنت فخور جدا للاستاذ حلمي بكر طبعا والاستاذ محمد سلطان. طبعا 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 لجنه كانت اسماء لجنه طبعا عبقريه، كان الاستاذ تخض. وردي الحكيم في اللجنه، وكان الاستاذ عبد العظيم محمد والاستاذ ميشيل المصري. فالحمد لله يعني انا الـ الاماكن الشرعيه او كده حسيت ان انا بقى متقنن، بقى الحكومه المصريه معترفه بيا انا والتلفزيون المصري. بعتبرها اجازه ووسام طبعا شرف طبعا الاجازه في الاذاعه والتلفزيون دي، يعني انا بعتبرها شهاده في حق المطرب انه فعلا صوت جميل، وحضرتك فعلا صوت ربنا يخليك يا جميل. دكتوره، ربنا يخليك. وهتسمعنا ايه؟ اللي تحبوه انا موجود معاكم تحت امركم في اي حاجه. هم عاملين في الكنترول بيقولوا لي عايزين نسمع على رمش عيونها، قابلني هوا، مش عارفه انت محضرها ولا محضر عناية ايه معاك. الكل.
على رمش عيونها قابلني هوا طرع قلبي وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلني هوا طرع قلبي وقلبي سوا، وانا يا اللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدوا، وانا يا اللي كنت طبيب الهوى والاهل العشق ببيع الدوا، من نظرة لقيتني صارع الهوى، من نظرة لقيتني صارع الهوى، يا بوي يا بوي دي دا دي دا 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 دي دا دا دي دا دي دا 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 دي دا دا دي دا دي دا 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 دي دا دا دي دا دا دي دا 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 دي دا 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 دي دا دا دي دا 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 دي دا 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 دي دا 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 دا. خدني شوقي لقيتني بروح عندها، حد تاني سبقني وخد يدها، خدني شوقي لقيتني بروح عندها، حد تاني سبقني وخد يدها، كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهارده وصل على بختي أنا. خدني شوقي لقيتني بروح عندها، حد تاني سبقني وخد يدها، كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهارده وصل على بختي أنا. وأنا قال كنت طبيب الهوى والأهل العشق ببيع الدوا، وأنا قال كنت طبيب الهوى والأهل العشق ببيع الدوا، من نظرة لقيتني صارع الهوى، من نظرة لقيتني صارع الهوى، يا بوي يا اغانيك انت بقى بيسقفوا لك في الكنترول، ويا سعد يا بيوري بعد الحلقه هنقعد بقى نعمل حفله. اغانيك الشخصيه ايه اقرب اغنيه لقلبك فيهم؟ بصي كل الاغاني اللي انا عملتها عملها عن قناعه، يعني بختارها بقى ومبسوط بيها وكده، كل اغنيه بتبقى بالنسبه لي يعني وليده. ايوه الفكره طبعا الكلام بالاول خالص لازم يكون عاجبني. كلماتك على فكره دايما فيها رساله، ده سؤال كنت هساله لك. يعني انت بتختار كلماتك ازاي ومين بيشاركك في اختيارها؟ ربنا الحمد لله حباني او وعدني يعني او رزقني بشعر مخلصين جدا. في اول بداياتي خالص التقيت بالاستاذ بهاء الدين محمد. ايوه وعملت معاه يعني كان في مشروع غنوه كانت عبقريه، كان ساعتها كان الغنوه كان لحن المبدع ابراهيم نصير اللي هو عامل اغنيه دوميني وينسي الدنيا طبعا من الاغاني المعروفه يعني طبعا. وكان توزيع الاستاذ اشرف محروس، واشرف محروس ده من احسن الموزعين في العالم. عملت الغنوه وخلصناها وبس يعني ما كتبلهاش الظهور يعني. ايوه فالحمد لله اول ناس التقيت بيهم في حياتي كان استاذ بهاء الدين محمد، استاذ احمد شتا. ايوه ربنا برضو رزقني بقى دلوقتي شعراء كويسين قوي زي مثلا محمد لقلق، زي شعراء شباب كريم. كريم امام تحدي جميل جميل جدا راقي جدا. هلا علي. هلا علي من الشعراء الواعدين كده. عملت برضو مع الشاعره سومة عطلة، عملت معاها شغل كتير في الشغل اللي انا عملته من الاغاني بتاعتي يعني. فانا منفذ مثلا دلوقتي الحمد لله مجموعه كبيره جدا من الاغاني. كل الاغاني الحمد لله الاول خالص بيعجبني الكلام. ايوه على عكس ما بيتعمل يعني. أيوه. في ناس يقول لك اهتمها اللحنيه حلوه مش عارف ايه وحط عليها كلمات. لا انا اختار الكلام الاول ونبدا بعد كده نبدا نعمل ورشه عمل ونبدا نشتغل عليها. كويس قوي تيم ورك ده، حاجه الحمد لله جميله وفعلا محظوظ ان ربنا بيرزقه بمجموعه عمل موفقه دايما. ليك تصريح بيقول اللي ما غناش لمصر ما مغناش طبعا. عندك أغنية جميلة بتهديها للجيش المصري ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا تحية كبيرة للقوات المسلحة وكل التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نسمع الأغنية مع بعض. هتنزل معانا ولا هيغنيها الأستاذ وليد؟ زي ما تحب. من عمر الدنيا تاريخي بادي، أنا اللي بنادي هما ولادي، أنا حاضر معجون بالمرض
أنا أم الدنيا واسمي مصر، ربك كتبني أكون حرة، أنا أحيا بيكم مليون مرة، أنا حقي عمره ما بات برة، ما بنمشي غير يا رب دايما القوات المسلحه حارس الوطن وحارسينا. احنا النهارده قبل ما انسى عاوز اشكر لا في الغنوه دي بالذات عاوز اشكر كريم امام عشان كريم ده من الشخصيات اللذيذه قوي. كريم اول ما شفت الغنوه على فكره كان عارض على الصفحه بتاعته قلت له كريم ده المؤلف المؤلف فقال لي بتاعتك يا معلم بتاعتك الغنوه دي بتاعتك خلاص. لا قلت له والموزع الجميل الموزع الجميل وليد مصطفى يعني بجد وليد ده وحمود بقى حمود فؤاد الملحن اللي اداني التيمه الحلوه دي الفريق العمل كله اللي بيهدينا فعلا اغنيه رائعه. انا عايزه بقى نرجع لموضوع الحلقه المرأة المصرية، دور المرأة في حياة الفنان وليد فؤاد. ماما أمي اللهم بارك اللهم ماما دي ربنا يعني ربنا يخليها رب. طبعا كل أم بالنسبة لكل إنسان يعني حاجة عظيمة جدا وحاجة عبقرية، بس أمي أنا بالنسبة لي لأن ماما كانت صوتها حلو ماما يعني ورأسة. حاجة يعني الله يعني الله. أنا كنت بسمع الغنوة من أمي ما غنيهاش بعد كده كانوا سوا في البيت بقى؟ طبعا ماما ماما لازم ماما لحد دلوقتي ماما ما شاء الله رب يعني العمر سن كبير بس ما بعرفش ما بسمعش صوتها لازم أول أنسى جدا بتغني أغانيك بقى؟ ماما بتغني ماما اصلا طبعا يعني موسوعه اغاني يعني ماما اسمع لها من عند اسمهان فايزه ام كلثوم فريد عبد الوهاب بصي يعني الله والستات انت عارفه اللي هم يعني راسين كده اللي هي الله. بتقول مظبوط الام المصريه بجد التحيه يا جماعه الام المصريه اللي فعلا بتتعب وتسهر وتقدر يعني الموهبه في الطفوله وبتدعم وبتساعد تحب تهدي لها اغنيه ايه من اغاني ده الاول خالص بس عاوز اقول لك حاجه انت حضرتك بتسالي عن دور المراه او دور الام موضوع مهم قوي الام دي وزيره اقتصاد طبعا وزيره تضامن طبعا وزيره ماليه يعني اقول لك ايه بنك اقراض والله العظيم فالام لا والام المصريه كمان شايله صبوره وحموله شايله حمل ومعطاء رهيب الام بتذكر ده وهي سعيده على فكره طبعا بجد حاجه بقى حاجه بجد بجد والله العظيم تحيه بجد وتقدير واعزاز لكل ست مصريه بتشتغل وبتربي طبعا طبعا إيه ده؟
ايه ده؟ جندي جندي في والله. الميلان بجد احنا والله. احنا مثلا في رمضان بنبقى نايمين منتخين مثلا، وانتوا قاعدين في المطبخ يا عيني متبهدلين. لا بجد بجد الست المصريه دي يعني بجد باور بجد. طبعا احنا بنقر عليه، بنقر عليه طبعا، ربنا يديها الصحه وكل ايوه حاجه، امين يا رب، بس امين يا بجد رب، بجد امين يا رب. انا بحيي كل ست، بجد كل ست مصريه بجد كل تجعر العظمى التحيه. والله بجد. الكنترول عايزين يسمعوا، عمالين عايزين يسمعوا هو بيغني عبد الحليم. حاضر حاضر مش مشاكل. طب ايه اسالوهم، جانا الهوا ولا سواح؟ اللي تشوف سواح حلو، سواح سواح ولا ايه؟ سواح جميل، سواح. انا بسأل لا ولا لا بتخاف سواح. سواح؟ انا عايزه سواح. ماشي. سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وأنا فيه غريب، والليل يقرب والنهار رواح، ونقول ولاكم حبيبي سلموا لي علي، لاكم حبيبي سلموا لي علي، طمنوني لاسمراني عامله ايه الغربه فيه، طمنوني لاسمراني عامله ايه الغربه فيه، سواح وانا ماشي ليالي سواح، ولا داري بحالي سواح، من الفرقه يا غالي سواح، ايه اللي جرالي سواح، وانا ماشي ليالي سواح، ولا داري بحالي سواح، من الفرقه يا غالي سواح، ايه اللي جرالي، وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، منين منين، ولاكم حبيبي سلمولي علي، إلاكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني لاسمراني عامله ايه الغربه فيه. الزمن الجميل والغناء الرائع ربنا والصوت يخليك يا دكتور، الاصيل. ميرسي يا دكتوره، كنت تحب تغني مع مين من الملحنين من الزمن القديم؟ ياه، استاذ صلاح الشنوبي، استاذ صلاح الشنوبي اللي هو زمن الوسط، الزمن القديم طبعا بليغ طب طبعا. تهدي بقى اغنيه كده واحنا بنختم، يعني من اغانيك الحلوه انا يعني اتمنى اسمع بحبك قد ايه. لايف بجد بنشكرك، ونتمنى بقى تنزل عليها التترات كده، ونتمنى لقاءات قادمه ان شاء الله وانتاج ان شاء الله. واغاني قادمه. كنت مبسوط عايزين معاكم تسمعوا جدا. شعبي، شعبي من وليد، في ممكن غنوه، في غنوه، بالظبط، نشغل ممكن كده. تغني شعبي. يلا عملت يلا مفاجاه كده، بينا. يلا بينا. يلا بينا دوار. ولع قلبي ليه بتحيره، ولا عندك مش مهم واللي شارد صغره، حلم انت ولع قلبي ليه بتحيره، ولا عندك مش مهم واللي شارد صغره، ياللي رميت القلب بنار ليه من الحب تخلص دار، ياللي رميت القلب بنار ليه من الحب تخلص دار، ظلمك غير وجاي عليا، ظلمك غير وجاي عليا، وتعذبني وادوب في مرارك هتجنني معاك يا جميل، ياللي بتتقل ولا بتميل هتجنني معاك يا جميل، ياللي بتتقل ولا 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 ولا
هتجنني معاك يا جميل، ياللي بتتقل ولا بتميل، هتجنني معاك يا جميل، ياللي بتتقل ولا بتميل، هتجنني معاك يا جميل، اللي بتتقل قوي 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 قوي. حلم انت ولا عيل قلبي ليه؟ ميرسي، ونورتنا، والسهرة أحلى والمساء جميل. النجم الكبير المطرب وليد فؤاد، كل الشكر لحضرتك. مثل جمال عليك، مثل جمال عليكم. مشاهدينا، استنونا الحلقة الجاية الأحد القادم في نفس الميعاد على قناة الصحة والجمال. كل التحية.